ربنا ما يقطع لنا عادة، وكل مرة كده الأهلي يعني ينتصر ويسعدنا، ونيجي هنا في 10 الصبح في الأهلي ونقول صباح النصر. أيوة ربنا ما يقطع لنا عادة فعلا، طالما العادة مرتبطة بانتصار أهلاوي جديد إن شاء الله دايما ربنا ما يقطع لنا العادة دي. صباح الفل على حضراتكم وأهلا بكم جميعا، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. حلقة النهاردة كالعادة هتكون مليانة كلام عن مباراة الأمس وعن القادم، بالإضافة طبعا لمجموعة من الضيوف اللي أكيد نهاوند حابة تدينا فكرة عنهم. أكيد طبعا وإحنا زي برضو ما متعودين لازم هنتكلم عن المباراة بالأمس، مع يعني الفقرة الأخيرة هتكون معانا منور كابتن محمد عامر نجم الأهلي الأسبق، ولكن الفقرة بقى الأولى هي فقرة التغذية اللي بتهم حضراتكم جدا، هيكون معانا فيها دكتورة ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية، وهنتكلم تحديدا بقى موضوعنا عن المفاهيم الخاطئة في الأنظمة الغذائية. يعني ناس كتير بتفتكر مثلا نظام غذائي معين، تسمع كده اختراعات كل فترة ان هو ده الامثل ليها، لا مش شرط النظام ده لو نجح ما حد ينجح معاك فيه، يعني انواع كتيرة من الاجسام في كل واحد حسب يعني، فهنفهم كل الكلام ده منها. بس قبل ما نروح بس لاخبارنا، انا كنت سعيدة جدا بالمباراة امبارح حقيقة، حاجة كانت مشرفة، يعني نقدر نقول كده انتصار اعاد التوازن والهيبة الافريقية للنادي الاهلي. شفنا امبارح مباراة فعلا فيها يعني فرض لشخصية النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي برضو اللي احنا نعرفه، فمبروك علينا كلنا والحمد لله، حاجه اسعدتنا كلنا امبارح رغم ان في ناس كانت مش واثقه، بس اهو الاهلي اثبت ان الحمد لله في عوده مره ثانيه للروح اللي احنا نعرفها عن فريقنا. الحقيقه الاداء اللي شفناه امبارح في النادي الاهلي يعني ده الحد الادنى اللي كنا قاعدين متوقعينه، ما كانش في حد هيقبل باقل من كده، لان اللي احنا شفناه ده المفروض ان دي اقل حاجه عند النادي الاهلي، وده اللي كلنا يعني ايه افتقدناه الفتره الاخيره سواء محليا او افريقيا نتيجه ملابسات وظروف طبعا اتكلمنا عنها وقتلناها بحثا في هذا البرنامج. عموما الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا من وسع، امبارح ثلاثيه نظيفه، نجح الاهلي طبعا في تحقيق الفوز على منافسه فيتا كلوب في المباراه اللي اقيمت على ملعب الشهداء بالكونغو ضمن منافسات الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طبعا كانت مباراه رائعه دخلها النادي الاهلي بمنتهى القوه، كان مستحوذ على الكوره معظم الاوقات ونجح مبكرا في انه يكتشف المناطق المؤثره في دفاع فيتا كلوب، وفي الدقيقه 6 سجل الهدف الاول محمد شريف واضاف بعده مجدي قفشه الهدف الثاني في الدقيقه 19 قبل ان يختتم محمد طاهر الثلاثيه في الدقيقه 78. نقدر نقول الفوز ده بقى رفع هنا رصيد الاهلي لسبع نقاط، وبكده بنتكلم ان هو في المركز الثاني للمجموعه الاولى اللي بيتصدرها فريق سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على المريخ السوداني صاحب المركز الرابع والاخير برصيد نقطه هنا واحد. تراجع بقى فيتا كلوب كده للمركز الثالث برصيد 4 نقاط. يعني على كل حال الاهلي احنا بنتكلم ان فعلا امبارح قدم مباراه قويه جدا، ده على المستوى الهجومي والدفاعي يا كريم، وسيطر كمان من البدايه زي ما احنا شفنا على وسط الملعب، استغل الكرات المرتدة السريعة، وكمان نقدر نقول في المجمل هي مباراة عظيمة. الأهلي أدرك الفوز من البداية قبل ما ينشط بقى فيتا كلوب نسبيا مع بداية الشوط الثاني زي ما تابعنا، الحمد لله كنا واثقين في فريقنا، وأكيد هنرجع نقول شكرا للرجال اللاعبين الجهاز الفني مجلس الإدارة اللي بجد فعلا أسعدونا بالأمس.